كيفاش انا غادي نعمل باش نخلص انا مليون و300؟ ما يغيجيول ما يغيجيول ما يغيجيول، حنا بقينا تا هذا ظلم عباد الله، ظلم هذا، هاك وغدي انا فيك انا هذا منكر، ها اللي خلص هذه جاتنا الظلمه، هذا ظلم، هذا الظلمه هذه انا الى كانت سمره وكراجل الى صورنا يجي يجي يحضر معنا، هاتي كتشوف السلام عليكم، انا احمد التوزاني من ساكنه قريه الرمان. حنايا هذه الدق 4 سنين وماكانه مركبه، ما كتجينا تقط هذا الماء الى حد الان، الماكانه مركبه 4 سنين، ومشينا عند القائد وعند الرئيس واستدعاو ذاك موالي الماء اللي كاينين تما في الجماعه وطرحوا لهم هذا الشيء. هذا لما هضرنا احنا بان ما كيوصلناش الماء، القائد الجماعه جبدنا التصويره قالنا بانها ها التصويره بان الناس سارقين الماء، علاش ما كيوصلكمش انتوما الماء؟ قلنا له حنايا لا، هاد الناس هادو كيجيهم الماء يعني مطلوق، الشركه صيفطت السيد كيشرك لهم، صيفطت السيد كيشرك لهم وكيخلي الماء مسرح لعباد الله في وسط الديور ديالو، كاين اللي كيهرق لهم في وسط المحل، يعني واخا كيشدوه شي عاد كيجي بريسيون كيفرع ذاك العاود ولا شي حاجه كي فهمتي، يعني عنده داك الشيء غير قانوني، ما جاش يعني شرك لهم وشد لهم حتى يجيب لهم ما كان عادي يطلق لهم ما، خلى داك الشيء غير كيهرق كيهرق، يعني كاين الناس عندهم غير في الغراس، كاين الويدان هوادين بالماء يعني ما فهمتي، والناس اللي عندهم واقين، كاين الناس اللي جات قريبه للشاط وما كيوصل لها حتى قطره الماء فهمتي، وكاين الفويت غير هواد غير هواد في الويدان هواد فهمتي، غير في الويدان هواد ما كيجوش يصلحوا هذاك ما كيهضروش عليه، كيجيو غير داك الناس اللي ماشيين لهم للدار، يعني اللي شركوا لهم هما كيجيو يهضروا عليه، كيجيو يهضروا عليه بلي انتم سارقين الماء، هما عطاوهم ذاك الماء. حنا سكان الرمان حنايا ما دخلناش الماء حنايا، اولا هما جاوا دخلوه شركه وجاب الدري والشركه هنا في الدرقوري ما كاينش ديك الحس هذاك ديك الكريب وهذاك اللي جاب، هو جاب يده وجاب طونوبيل وجاب ناس القومه وجاب كل شيء وشركنا صافي، ما كان هذا لا جابوا معنا، كان الشركه هي اللي تقطع الماء ما يوصلوش لعنا، الماء دار في الحيوط وهذه مساله والله يجعل بركه سيدنا وصافي. اش كطلبوا؟ نطلبوا يحفهم من هذا الشيء، هذا المنكر، هذا اللهم هذا ظلم، احنا مظلومين مضرورين بزاف، واش احنا 80 سنه ولا 90 سنه عندي في العمر ديالي وانا مش ننتقل الماء ولا نحفر الماء، انا والعاكس والركون صافي، ودابا صافي الله يجعل البركه في سيدنا، غدينا الحبس الصباح نمشوا للحبس صافي، لقينا في العمر ديالنا نقوزوا في الحبس فين؟ لا ما عندناش فين نخلصوا، ما نخلصوا ما نعملوا والو، لا الحبس فين وصافي. شي مليون و300 و انا مليون و300 وشي حاجه، شي 30 او 40 لما ما قرينا شي ما نعرفوش شي. قلت انا خلصت الماء نهار اللي جاو الماء، جاو باش يخلصوا، خلصت الماء وجاو بقيت شي ثلاث ايام ولا اربع ايام جاو براسو لي الماء من الدار، وانا الحمد لله ها باقا القومه على يدهم، القومه باقا على يدهم، عمري ما نعرف راسي انا الماء، اول مره براشيت الماء كيف ما جاو موالين الضو، موالين الماء كيما جاو، ودابا الله يرحم والديك نهار الجمعه جات لي هاد الاستدعاء، وانا نهار الاثنين خلص، الاثنين ثلاثه الاربع الخميس الجمعه جات لي هذا، وانا هاك واغد ديالي كاملين مجموعين، كاملين مجموعين اللي كنخلص الماء، انا ماشي هاربه ولا شي حاجه الحمد لله، كل شيء الكواغد ديالي مجموعين، وانا اللي شافتني مراه ولا راجل جيت تشوفني الحمد لله، الا كان دي الماء ولا شي حاجه هالمكانه بقى على يد مشدوده يجيو يشوفوا هذا. شنو كتطلبوا دابا؟ ها كنطلب انا هذا البطل طاح عليا اللهم لك الحمد، ما يطيحش عليا البطل، انا كانت مراه ولا راجل ها الواجبات ديالي ها الكواغد ديالي، ما تتعداش عليا تجي تقول يا ودي انا راني انا ها هي فينيا فضل العاقل، ها هي في نية الحمد لله مفضلة محمد العاقل، ما لا بغى تاريخ الزياد ديالي وجبته، ايوا بزاف هذا الدور مش تجداد، انا ما عنديش في الدار و حتى متر ديال الارض ما عندي شي باش نسقي ولا ما نسقيش، عندي الدار بوحده وراسي راس الراجل، ما عندي عواول ما عندي باش نسقي ولا شي حاجه ما عنديش، السقي انا الا سقيت المكانه ديالي والا تقشطرت المكانه ديالي صافي. ها انا العاقل عبد الوحيد من شر الرمان، طاحت لي واحد السهمه 10000 مليون و 300 الف فرنك، وشكون اللي صاحب التهمه هو المقدم، المقدم هو اللي جابنا ذاك اللجنه هنايا وهبطنا عندي تما الدار،
ما عندي لا استالاسيون لا والو، ما كاين ما الدور ما سي ساكنه، ما كاين لا استالاسيون لا شي حاجه. ومقدم هو اللي نصب علينا، هو اللي جاب لك اللجنه، فهمت؟ وجا واحد ذاك المكتب الوطني من الاداره، جا من الاداره وعدلنا واحد استالاسيون ديال الماء. ملي جا ذاك اللجنه مشات، هو جا حيد ذاك المكانه، حيدها صافي. هذا الشيء اللي كاين. واخا الدار اللي بغيت تهودون عندي هودون عندي، الدار مصلوحه، ما والو، ما كاين لا فيها لا استالاسيون لا شي حاجه. شوف اخاي، انا بالنسبه لي انا الشركه خدمت، عملت الخدمه ديالها في الطرق، وصلتنا الطوبون الدار، مي وصلتنا الطوبون الدار وجوزت واحد المده، خرج الماء علينا. ملي نخرج الماء علينا بقينا كنعيطوا لهم، شوفوا الماء كيهرق علينا، شوفوا الماء كيهرق علينا. دبرنا ما جاوشي، ما بغاوش يجيو، قال لك حنا ماشي الشغل ديالنا دابا، الشركه بالراسه، الشركه اللي خدمتكم بالراسه، لان خدمتهم مشات في حاله. من بعد اش ماش نعملوا، عملنا الكريفون ديك الماء باش ما يبقاش يفيض في الطريق. حنا رزونا في الديور ديالنا المرزانه، انا دابا حاليا نتعاود واحد العدد ديال الشقايق في الدار ديالي. ديك الساعه عملنا الكريفون ديك الماء باش ما يبقاش يضيع. من 2008 ملي دخلت الشركه حتى 2017 عاد قال نوضوا عدلوا الميليف، عدلنا سعفناهم، عدلنا ذاك الميليف. فوقاش غادي تجي عندنا؟ جبنا المكانه حتى 2020، حتى 2020، من 2008 ل 2020. اليوم غادي تجيب لي انا الرصيد ظلما 1,300,000، مي غادي نجيب لك انا 1,300,000 وانت بنفسك عملتي هذا المشكل، انت بنفسك عملتي هذا المشكل هذا. انا ما عندي حتى شي مشكل في هذا الشيء هذا، المشكل ديالكم انتم تحملوا المسؤوليه ديالكم، انا ما نتحملش انا هذا الشيء هذا، انا ما نقدرش يا اخي نتحمل انا هذا الشيء هذا. ولادي في المدرسه ما كيجبروش حتى منعتوهم. ايوا هذا ظلم، هذا كارثه. اذا هذا ما عرفناش واش نصب ولا شركه متفاهمه مع بعضيتها باش يسكروا بهم، ولا شو غادي شنو غادي يعملوا بهم. اللهم هذا منكر، والله ينصر سيدنا. هذا الشيء اللي كاين. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير، وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.